بول A الماس بتاعها 2 كيلو جرام collides elastically with بول B الماس بتاعها 4 كيلو جرام. The initial kinetic energy of بول A is 60 جول and of بول B is 90 جول. يبقى مدينا طاقة الحركة على بعضها قبل الكوليجن. After the collision both balls have the same speed and move in different directions. يعني بعد الكوليجن هنا الام ايه هيرجع مثلا كان ماشي يمين صار شمال والام بي شمال صار يمين، كل واحد بنفس سرعة الاخر، السرعة ثابتة بينهم. ام ايه سرعة الام ايه نفس سرعة الام بي. Find the kinetic energy of ball A after the collision. يعني عايزين نجيب سرعة ايه بعد الكوليجن. احنا عندنا طاقة وقال لنا إلاستيكال، وبالتالي طاقة الحركة هتتحفظ قبل وبعد زي بعض في conservation of kinetic energy، فمجموع الكينيتك انرجي بيفور نفس الكينيتك انرجي افتر. الكي اي كان 60 والبي كان 90، ف 60 زائد 90. الكي اي داش اللي هو نص في 2 في في تربيع، وهنا نص في 4 في تربيع، مفيش مجهول الا الفي، ان السرعه متساويه. ف 60 زائد 90 دي 150، هنا في تربيع وهنا 2 في تربيع 3 في تربيع، ف 150 على 53 ناخد لها الجذر التربيعي يطلع ال V 7.07 متر بير سكند، سرعة كل واحد فيهم سواء A أو B. هو عايز الكينيتك انرجي لل A أفتر الكوليجن، وبالتالي ال KA داش نص في الماس بتاعته اللي هي 2 كيلو جرام في ال V تربيع، الحتة دي 50، 2 تروح مع ال 2 يبقى 50 جول.